لما أستضيف نساء وصبايا ملهمات عندهم شغلهم عندهم فنون أو علوم أو يعني بنقول ما شاء الله أردننا دائما إحنا غنيين بهالفكر الريادي الفكر الرائع ولما نكون كمان عم نحكي عن النساء نساء مبدعات هيك بيدخل لقلبي فرحة. اليوم عندنا مصممة أزياء على الرغم من عمرها الصغير ولكن إنجازات رائعة وكبيرة شيرين حسونة مصممة الأزياء عمرها 22 سنة. أهلا وسهلا فيك شيرين. أهلا فيك. يعني صراحة ما شاء الله عليك. بدي أعرف بعمر 22 سنة كيف خطر ببالك أنك تكوني مصممة أزياء وإلك كم سنة 3 سنين عم تشتغلي؟ أوكي خبرينا قصتك. هلا أنا أول إشي دخلت بالجامعة علم نفس دخلته مش انه حب فيه او شيء بس انه عشان طلع لك انه ادخل اي شيء وادخل جامعه بعدين تحجبت صرت اعمل لي اشياء وتصاميم واطلع فيها الكل يصير يسالني من وين وكيف انت تصممي لحالك انه ليه انت دائما كان عندك شغف بتحبي تصميم الازياء لا طلع بس لما يعني قبل كنت ارسم وهيك بس ما كنت افكر انه اطلع مصممه ازياء بعدين انه ما الاقي شيء بالسوق انه يناسبني وهيك فصرت انا اعمل لي بعدين لما صرت انه الاقي الكل قاعد بيسالني كل ما اطلع فيهم حكيت انه ليش ما يصير بزنس وابلش شغل في الموضوع يعني حلو انت ما كنتي دارسه اي شيء له دخل بتصميم الازياء صح لا. هو بس انت بس تحجبتي بدك تلاقي اشيائك مختلفه صح ايوه بعدين بلشت شغل بعدين بعد سنة من ما بلشت دخلت دبلوم تصميم أزياء وكنت أدرس بالجامعة وبالدبلوم مع بعض واو. وبنفس الوقت أشتغل كمان كيف كنتي تلحقي؟ ما بعرف ما بتعرفي جد سبحان الله اللي بكون بشتغل وبدرس بقول أنا كيف مرقوا الأيام هيك ما بعرف جد وبلشت والكل إنه لقيت كتير ناس إنه حبوهم وهيك وظلت مكملة وهلأ إنه رح يصير لي 3 سنين تقريبا ما شاء الله طيب وعم تفكري تتوسعي للدول العربية ولا بس هلأ في الوقت الحالي بي. هلأ أنا حاليا بطلع برضو لبرا الأردن يعني في ناس وطلوا مني من برا الأردن بوصل لهم إن شاء الله يعني قريب بدي أفتح محل برافو عليكي طيب شيرين اليوم عندنا موديل موجودة وعم تفرجينا أحد التصاميم اللي أنت عارضتي لنا إياهم احكي لنا عنهم هلأ هذا التصميم أنا طلعت من الألوان السوداء دائما للعبايات وهاي الأشياء فعملت واحد يعني زهري فاتح صرت أتجه للألوان الفاتحة وهذا اللون كمان موضة كتير كتير هلا ولرمضان حسيت ولرمضان عبايات رمضان يعني والحزام الحزام مميز أنا في كتير أشياء بعملهم هاند ميد مثلا هذا الحزام هو أصلا بكلة للشعر فأنا بعمله بإيدي وبخليهم بحاول اشياء واو اوكي واستخدمتي اللون البيج هذا بتخيل لون كمان بيطلع حلو كثير للسمر بشكل عام صح كثير انه يعني بيكسر بدل ما يلبسوا اسود كثير كمان بياخذوه لكتب كتاب جاهه اشياء زي هيك تمام طيب هاي اول تصميم شكرا وأكيد كمان عندنا كمان تصاميم رح تكون موجودة معنا طيب شيرين الألوان اللي بتستخدميهم مثلا هل بتيجي عندك الصبية بتقول لك مثلا أنا هذا اللون بدي إياه وهذا هيك وأنت بتحكي لها مثلا لا بتنصحيها مثلا هذا اللون ما بيناسبك هلا في بنات بيحكوا لي مثلا هم إيش بدهم أنا بقترح عليهم في منهم بيكون إنه لا بدي هذا اللون فخلص خلص بس في بنات إنه يعني مثلا سمرة تيجي تلبس فوشي مرة واحدة ما بيطلع كثير هلا بنحكي أكثر بس خلينا نشوف العباية اللي موجودة معنا هلا تحكي لنا عنها شوي هلا هاي العباية عملت إنه من ورا فيه كيب إنه أخذت فيه كثير كانوا يطلبوا مني إنه مثلا إشي غريب إشي جديد وكنت أنا كثير بحبوا مني الكيب فعملت انه التنين مع بعض دمجتهم مع بعض كثير حلو وطلع معي ها طب سؤال ممكن نستخدم مثلا لون الكيب اللي موجود مختلف عن لون الفستان مثلا ولا ما بزبط لانه هيك تحس حالها مختلفه يعني نقدر نغير ممكن يعني حلو كثير حلو كثير والحزامات موضه كثير لهذا الصيف مش هيك انا عشان هيك حتى هذا برضه طاق للشعر
فأنا عملتها وخليتها أحزام برضو طوق للشعر. طيب شيرين قالك إيش كان شعورهم مثلا وأنت عم بتصممي وهيك؟ ما قالوا لك ركزي على دراستك؟ هلأ أول إشي أول ما بلشت إنه كانوا إنه خلص هاي خليها تعمل بداية، ما يعني ما أتوقع إنه أوصل لهون. بعدين لما صاروا يشوفوا إنه الناس بتيجي وبدها إنه أشياء مني، لا إنه حسيتهم انبسطوا يعني. بحس الواحد بالفخر لما يشوف هذا الاشي. شيرين اللي لبستيه انت من تصميمك؟ واو. طيب احكي لنا الورد المنتور هذا كمان شغل ايد ولا؟ هلا هذا الورد انا فرغته تفريغ من قماشه كامله وبنحط هاند ميد يعني انه يدوي. طيب في ناس بيساعدوكي ولا لا؟ انت انا لحالي. ما شاء الله عليكي. وبتلاحق؟ لا هلا انا الخياطه مش يعني مش انا اللي بخيط. في وحده بتخيط لي. بس باقي الاشياء الهاند ميد التصاميم الرسم كلياتها انا لحالي بعملها. بس هلا لما تكبري شوي او مشروعك شوي يكبر اكثر لازم لازم يكون في حدا في ناس حواليك اكيد يساعدوك يدعموك بهذا الشيء. طيب اذا كنا عم نحكي شيرين، انت اول سبب كان انه لقيتي ملابس المحجبات مش عم بتلاقي اعجابك كثير بالسوق، فانت حبيتي تضيفي لمسه مختلفة على هذا الموضوع. بعدين برضه في كمان شغلة إنه حسيت إنه لازم الواحد يعتمد على حاله. يعني مش حلو بس أضل قاعدة وأهلي يصرفوا علي وما أعملش إشي غير أنام وأصحى وأكل وأشرب وخلص. برافو. فحلو إنه البنت يكون عندها مستقبل مش والله ردي علي هالة. لأنك بلشت صغيرة يعني يمكن أنا أكبر منك 10 سنين، لكن أنا بلشت برضه بعمرك كان عمري 20. بتحسي جد بقيمة القرش أكثر، بتصيري تساعدي بالبيت، بتصيري تساعدي، بتحسي إنه كل شيء أسهل عليك لأنه أنت اندعكتي من أنت صغيرة. أيوة. عموما عم نشوف كمان عباية بيضة. هاي كمان بيقدر الواحد مثلا على فطور هلا برمضان. ايوه هي يعني هلا هذا الكوليكشن عملته قبل رمضان. انا حسيت كثير بيطلع حلو لجو رمضان جدا، وهيك الواحد بيقدر يضيف عليه اكسسوارات كمان ياخذ راحته بهذا الموضوع. والأبي بقولوا الأسود ملك الألوان، أنا بقول لك لا الأبيض ملك الألوان. أيوة. كمان لأنه جد هيك فرح. انا طلعت عن الاسود كثير يعني نادر صرت استخدم الاسود بس الا ما يطلبوا منه يعني. طبعا يعني الا ما في ناس يطلبوا منه. طب اللي بده يشوف تصاميمك او هلا انا بشتغل بس اونلاين على الانستغرام. شيرين حسونه. يعني شوف كيف كل كيف الكل هلا بشكل عام دغري صار وسائل التواصل الاجتماعي هي اللي بتروج لهذا الموضوع. طيب هذا اللون الابيض اللي احنا عم نشوفه قدامنا. ايضا في صبايا صغار بيكونوا بالعمر او ستات كبار، اكيد الديزاين او التصميم بيختلف من ست كبيره لل ايوه وحتى الالوان كمان يعني ما بزبط لوحده كبيره اروح احط لها مثلا لون احمر فاقع او هذا. صح انه لازم يكون لون راكز اركز. فبرضه التصميم بيختلف حسب الجسم حسب الطول حسب العمر. هذا بدي اسالك، يعني مثلا بتكون في عبايات جاهزه اوريدي وفي عبايات انت بتصمميها حسب الشخص اللي موجود، تحكي لها مثلا هذا الشيء بيناسب جسمك هذا الشيء. يعني كلهم اكثرهم بيحكوا لي انه ايش مثلا نبق عليها، ايش مثلا في اشياء ما اذا كان عندك انه بطن او شيء ما بزبط تحطي حزام. بالضبط. فببين انا بروح بحكي لها انه ما بزبط. في ناس بفكروا انه الحزام بغطي، احنا بنقول لكم لا هذا خاصه الحزام بنص الخصر. ايوه بعرض. طيب هينا عم نشوف جاكيت. هلا هذا انا عملته لل مثلا في حفلات فساتين كات الانسان بدهم يروح يلبسوا شيء فوقه يستر، يا اما بيجوا بيعملوا كم بزيدوه وبيكون اللون غير عن لون الفستان، يا اما بيعملوا شيء البداية اكثر انهم بيلبسوا بادي تحت ال بتحسي بخرب كل الفستان. فانا حكيت انه ليش ما يكون في انه جاكيت يكون حلو جاكيت. مش من الستان وهي الاشياء انه تلبسها، فعشان هيك اخترت هذا التصميم. بتعرفي لو انه حتى الفستان اسود سمبل ما عليه ولا شيء بيطلع حتى عليه جاكيت خلص الموضة المستعجلة كنا نشوف الجاكيت هربت منه. بس كمان هاي الفكرة فكرة جد صح، يعني لما انت تلاقي الفستان سمبل او هادي كثير انت بهذا الجاكيت بتعدلي كل الفيلم. صح. طيب عم نشوف تصاميم ثانية. اوكي
هاي عباية، واو شوفي هاي أسود بس كسرتيها بسلفر وكسرتيها. أيوة. حلوة كتير، تحكي لنا شوي أكتر عنها. هاي عباية لرمضان، هي أول عباية عملتها لرمضان إن شاء الله. يعني أول عباية بالكوليكشن. حسيتها كتير حلوة برضو، هذا التطريز اللي بيجي عليها من هون حسيتها هيك يعني من أجواء رمضان، وحطيت عليها من هدول الحجار حلو من تحت وعلى الأكمام. طب شيرين بدي أسألك، يعني إحنا هلأ شهر رمضان بالصيف، فهذا بيأثر عليكي طبعا باستخدام الأقمشة اللي موجودة عندك؟ هلأ أكيد يعني أغلب الأقمشة هلأ اللي لازم أستخدمها لازم تكون باردة ناعمة هدلة، ما تلزق يعني على جسم البنت أو هذا. فكل الأقمشة أنا ما بجيبها يعني من هون، أكترها بجيبها من برا. وبس. حلو كتير، عم نشوف العباية كتير حلوة كمان، ومع أنه لونها أسود لكن حاسين هيك مكسورة شوي. طيب خلال الثلاث سنوات شيرين، يعني بتتذكري أول تصميم صممتيه أو أول إشي عملتيه؟ أول مرة عملت قميص لبنت. حتى وقتها ما كان يعني ما توفقت فيه. صارت البنت بدها تقصر وتضيق وأشياء زي هيك، وامي وقتها حكت لي خلص انه شو بدك بهاي الشغله، كل واحده كل واحده تيجي. بس انا حكيت لها انه لا، انه بدي اكمل. بعدين صرت اعمل عبايات واشياء، بعدين كملت. بس اول واحد ما توفقتي فيه. بس شوفي هذا الشيء ما وقفك، يعني هذا الشيء المهم كثير انك ضليتك مكمله بهذا الشيء. صح. طيب ايضا يعني غير القمصان عم نشوف بتعملي تنانير، بتعملي هلا انا بعمل فساتين سهره، بس انه البنت تطلبها، مش انه بعمل جاهز وهذا. انه بتيجي عندي برسم لها اياه، بعمل سكتش اولي، بعدين ببلش اعملها اياه، بشوف بعطيها القماشات النقشات الحلوه، اشياء ممكن انا اعملها هاند ميد، بفرجيها اياها بعملها اياها. بتلبق مثلا لون الحجاب على لون الفستان؟ يعني مرات بنشوف هاي مشكله ايضا تعاني منها بعض الصبايا، يعني بتقول لك انا رايحه على الحفله لا راح اضطر اغير لون فستاني عشان مش ملاقي مثلا لون حجاب مناسب. هلا انا مرات بحكي لهم انه ليش تروحوا تلفوا، انه انا بعمل لكم حتى الحجاب. في يعني بحط لهم مثلا على اخره، مثلا كيف انا عامله هون ممكن اعمل حجاب احط من اخره من هذا الورد، يطلع زي كانه طائم مع بعض، ماتشنج او لابقين مع بعض. عموما شيرين بدي اشكرك كثير، لك يعطيك الف عافيه وبرافو عليكي، بنتمنى لك كل التوفيق بحياتك. شكرا. وان شاء الله هيك نشوف اسمك عالمي كمان ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. شيرين حسوني شكرا جزيلا لك، يعطيك الف عافيه. شكرا لك. رح ناخذ فاصل ونواصل، خليكم معنا.